هي وقفة احتجاجية نظمها عشرات المواطنين أمام مقر دائرة عين الترك، مطالبين بإيجاد حل للمشاكل الاجتماعية التي يتخبطون فيها وترحيلهم إلى سكنات لائقة. رانا من 95 رانا سينيسيري في العنصر في لاسيتي بلاستيك، رانا مغبونين، عايشين مع الطومبة، عايشين مع الفيران، عايشين مع الفوعة، لا ما لا ضوء ولا حبوبة، كل شيء رانا بالميزيرية فيها. قتلونا غير بالوعود، قتلونا غير بالوعود، بالوعود راهم كاتلين بها، واللي يروحوا لا يبلعوا لنا البيبان. هؤلاء الذين يقطنون بالحي الفوضوي المعروف بالبلاستيك الكائن ببلدية العنصر كانت لهم دوافع اخرى وراء هذا الاحتجاج. رانا كل سيمانه نجوا هذه الرابعه من الخضره، سمعتني ما كان حتى واحد راه يستقبلنا. تجي لنا وتفوت علينا، تجي العجاج يفوت علينا، يجي المشتا يفوت علينا، يجي الربيع يفوت علينا، ما كان حتى حاله. رانا نقبلنا ودي. ساعه ونصف من المكوث امام بوابه الدائره كان اخيرا اللقاء بينهم وبين رئيس الدائره الذي اوضح ما يلي. كما تعلمون اننا في الاونه الاخيره قمنا بتوزيع 120 سكن اجتماعي، ونحن بصدد إنجاز أكثر من 800 سكن آخر على مستوى بلدية العنصر. إذن كما تلاحظون بأن البرنامج برنامج ضخم وطموح، والبرنامج هو مقسم لشطرين، هناك برنامج للسكن الاجتماعي وهناك برنامج لامتصاص السكن الهاش. في انتظار أن تتخذ السلطات المعنية قرارا حاسما يغير مجرى حياة سكان الكورنيش، تبقى مئات العائلات تعاني قساوة العيش داخل بيوت هشة.